لم يكن بلاي ستيشن 3 الجهاز الأفضل لدى سوني، فقد عانى كثيراً على الصعيد التقني والتجاري وحتى بالعنصر الأهم الألعاب، أو على الأقل في السنين الأولى للجهاز الذي كان في منافسة شديدة مع إكس بوكس 360 ونينتندو وي. لكن سوني لم تستسلم ووجدوا طريقة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بالعديد من التغييرات خلال النصف الثاني من حياة بلاي ستيشن 3، أبرزها وأهمها الألعاب، فقد شهدنا ألعاب حصرية ذات جودة عالية. بسببها قد بنت سوني لنفسها سمعة جيدة استفادت منها حتى على جهاز بلاي ستيشن 4 وربما بلاي ستيشن 5 في المستقبل القريب. هنا لن يكون الحديث عن الألعاب الحصرية فحسب، بل عن أفضل الألعاب الموجودة على بلاي ستيشن 3، فيما يتم اختيار لعبة واحدة من كل سلسلة. هيفي رين هي البداية الحقيقية للألعاب التفاعلية، وكانت إحدى أسباب ظهور العديد من هذا النوع من الألعاب. هيفي رين تميزت بطريقة اللعب الفريدة من نوعها، اللعبة من منظور الشخص الثالث بحيث تسمح للاعب بالتفاعل المباشر مع الأشياء الموجودة في عالم اللعبة لاتخاذ قرارات أو تنفيذ إجراءات من شأنها تطور أحداث القصة. تختلف عناصر التحكم اعتمادا على المواقف والبيئة والأشياء التي تتفاعل معها. هذه القرارات التي تتخذها ستؤثر بشكل جذري على سير الأحداث، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى موت بعض الشخصيات بسبب الخيارات. القصة بشكل عام شيقة، جعلتنا نترقب مصير 4 شخصيات في 4 قصص وكيف سيتم الربط بهم. هذه جعلت هيفي رين تجربة مميزة مثيرة للاهتمام، وكانت احدى مفاجآت سوني على بلاي ستيشن 3. إحدى مفاجآت E3 لعام 2010 عندما حضر جيب نويل لمنصة سوني بعد أن هان جهاز بلاي ستيشن 3 وقام بالإعلان عن بورتال 2. بورتال 2 تغيرت كثيرا عن الجزء الأول، فقد أصبحت أكبر، أعمق وأمتع. طريقة استخدام منظور الشخص الأول باللعبة ذكية ومبتكرة، فيها شيئا من الصعوبة، لكن في نهاية الأمر الطريق لحل الألغاز دائما ممتع. مجموعة الشخصيات الرائعة والكتابة الممتازة أعطت اهتمام أكبر لعالم اللعبة. التمثيل الصوتي باللعبة يعتبر من الأفضل على الإطلاق. بورتال 2 صدرت في وقت حساس بالنسبة لجهاز سوني بلاي ستيشن 3 بسبب تعرض شبكة بلاي ستيشن للاختراق في تلك الفترة. بورتال 2 كانت واحدة من الألعاب التي استمتعنا بها في تلك الفترة. الفريق الموهوب إنسومنيا جيمز دائما ما كان حاضرا لتطوير الألعاب على أجهزة بلاي ستيشن المختلفة، سلسلة سبايرو على بلاي ستيشن 1، سلسلة راتشيت أند كلانك على بلاي ستيشن 2، لكن على بلاي ستيشن 3 قاموا بتطوير سلسلة مختلفة كليا عن ما اشتهروا به، ريزيستنس، التي حصلت على 3 أجزاء على جهاز سوني الثالث. وبينما الجزء الأول والثالث كانت ألعاب ممتازة، إلا أن السلسلة وصلت للقمة مع الجزء الثاني، فكانت من أوائل ألعاب الإطلاق والألعاب الممتازة الحصرية لدى بلاي ستيشن 3. اللعبة تحسنت كثيرا عن الجزء الأول في العديد من الجوانب، في إطلاق النار، تنوع الأسلحة، وعالم اللعبة الموحش في تفاصيلها الكثيرة، مع إضافة طور اللعب التعاوني، وهذا أعطى اللاعب سببا للاستمرار في اللعب. ومع هذا ما جعل ريزيستنس 2 مميزة هي قصة الصراع الداخلي لنيثان هيل والزمن المتبقي لحياته. من أهم الأشياء التي يجب توفرها على أي جهاز هي ألعاب المنصات، وهذا ليس بالشيء الغريب على علامة بلاي ستيشن. بلاي ستيشن 3 كان لديها عدد أقل من هذه النوعية، لكن تعرفنا على لعبة جديدة تدعى ليتل بيج بلانت. هذه اللعبة الجديدة كانت أكثر من مجرد لعبة منصات، تتميز بإمكانية التصميم والابتكار في كل شيء، من الشخصية الأساسية ساك بوي وحتى إنشاء مرحلة كاملة ومشاركتها عبر الشبكة. هناك كثير من الابتكارات الذكية التي قدمت في ليتل بيج بلانت في المراحل الأساسية القصة، والتي كانت ممتعة وصعبة في بعض الأحيان. التوجه الفني الجميل أعطى المزيد من الأفكار. بشكل عام ليتل بيج بلانت جعلت من بلاي ستيشن 3 أكثر تميزا. ديمون سولز جاءت من العدم وأصبحت بداية نوع جديد لألعاب الفيديو. تاريخ استوديو فروم سوفتوير كان مختلفا قبل هذه اللعبة، كانوا دائما ما يعانون حول جودة ألعابهم، لكن الآن أصبحوا من أفضل الاستوديوهات وأشهرها، وألعابهم أصبحت محط إعجاب الكثيرين. وديمون سولز هي البداية، فكانت لعبة فريدة يغمرها التحدي. عوالم اللعبة تم تقديمها بطريقة ممتازة، والموسيقى جعلتها أكثر رعبا حدة. الخلفية العامة للعبة اختلفت عن ألعاب تعاقب الأدوار المعتادة بالعديد من الأمور، أبرزها تصميم الشخصية الخاصة وانعدام الخريطة وتواجد العديد من المسارات المختصرة التي قد تكون مخفية. هذه ليست باللعبة السهلة وأيضا ليست بالصعبة، لكن قد تصيب اللاعبين باليأس من أجل هدف معين. هذه العبارة تكررت كثيرا في ألعابهم وأصبحت شعارا وعنصرا أساسيا، وكل هذا كان بسبب ديمون سولز.
لن ننسى ذلك العرض للعبة كيلزون 2 منذ حدث E3 لعام 2005، العرض الذي أعطانا نظرة كاذبة للمستقبل الذي لم يحصل أبدا. كان واضحا أن ذلك عرض سينمائي من المستحيل أن يكون طريقة لعب. حصل ما حصل وصدرت كيلزون بعد 4 سنوات تقريبا. المفاجأة، حصلنا على لعبة تصويب ممتازة وبجودة عالية. لم تكن كالعرض الأول، لكننا نعتقد أن المنتج النهائي أفضل مما شاهدناه في العام 2005. اللعبة قدمت منظور أول متماسك وإطلاق نار ممتع للغاية بطريقة لعب سلسة، تفاصيل جميلة ورسومات أثبتت قوة بلاي ستيشن 3. القصة ليست الأفضل، لكنها قدمت أعداء مميزون وكونوا واحدة من المنظمات المثيرة للاهتمام. طور اللعب الجماعي لا غبار عليه بالرغم من عدم شهرته، والراجح أن كول أوف ديوتي هي السبب. لم يتوقع أحد تأثير لعبة جيرني على الصناعة عندما صدرت العام 2012 على بلاي ستيشن 3. بالرغم من صغر حجم مشروع اللعبة والميزانية البسيطة، إلا أن ذات جيم كامباني استطاعت إيصال رسالة الوحدة، التطور، النمو والتعلم بتجربة لعبة لم تتجاوز ساعات قليلة. لا توجد كلمات باللعبة، لكنها تمكنت من القول أكثر بكثير مما يمكن أن تأمله معظم الألعاب، برسومات الفنية المذهلة والموسيقى الجميلة التي لائمت أجواء اللعبة بشكل مثالي. طريقة اللعب الفريدة جعلت جيرني شيئا خاصا، لكن فكرة اللعب الجماعي هو ما ميزها. مصادفة لاعب آخر لا تعرف هويته أثناء المغامرة عبر الصحاري وتسلق الجبال الثلجية وفي وقت الوحدة هي من أفضل اللحظات التي لا تنسى في الألعاب. هناك شعور مميز أثناء التواصل بلغة لا يعرفها الطرفان، وهذا ما جعل جيرني تجربة خاصة فريدة من نوعها. سلسلة انفيمس بدأت بشكل جيد على بلاي ستيشن 3، لعبة عالم مفتوح تفاعلية من منظور الشخص الثالث مع قصة مذهلة وشخصيات رائعة، طريقة لعب مليئة بالحيوية وقوة خارقة للطبيعة، شيئا لم يكن رائجا في ذلك الوقت. الجزء الثاني من اللعبة صدرت سريعا وتفوقت بشكل واضح عن سابقتها. نظام العواقب الأخلاقية هي من أهم العناصر في سلسلة انفيمس، وهنا أصبحت أكثر ذكاء. إن أهملت المهام الجانبية ستكون المدينة أقل أمانا، مما يجعل اللعبة أكثر صعوبة. وأهمال المهام جميعات سيجعل من القصة أكثر قتامة وغموضا، حتى ترحيم المجتمع سيقل إن تم التغاضي عن بعض الأمور. وجدنا أنفسنا في مفترق طرق قادنا إلى القيام بأشياء لسنا فخورون بها. تلك الأسباب هي ما جعلت انفيمس 2 واحدة من الألعاب الفريدة للغاية. Call of Duty Modern Warfare على التعريف ألعاب التصويب من منظور الشخص الأول. البعض صنفها كأفضل لعبة تصويب، لذلك كان الضغط كبيرا على Modern Warfare 2 في مواصلة نجاح Call of Duty الجديدة. Infinity Ward كانوا أهلا لذلك حيث قدموا إحدى أفضل أعمالهم. Modern Warfare 2 تفوقت ولو بشكل طفيف عن الجزء الأول في طور اللعب الفردي والجماعي. قصة متممة مع تقديمها مجموعة جديدة من الشخصيات المهمة. تسلسل الأحداث كان مثاليا بالعديد من المهام الشيقة والمفاجآت. طور اللعب الجماعي كان في أبهى صورها، بسيطة متماسكة والأهم ممتعة. الأسلحة، عمليات القتل، التطوير كانت متقنة للغاية. Call of Duty Modern Warfare 2 سواء في طور اللعب الفردي أو الجماعي قدمت واحدة من أفضل ألعاب السلسلة. بالرغم من صدور Mass Effect 2 بعد عام من صدورها على Xbox 360 وكونها لعبة جديدة كليا للاعبي بلاي ستيشن 3، Mass Effect 2 طورت أجزاء كثيرة عن سابقتها مع الحفاظ على الأساسيات التي جعلت منها لعبة مبتكرة. القصة متممة، أصبحت أعمق بل ربما أكثر عمقا من جميع أجزاء السلسلة. هناك الكثير من القرارات المصيرية التي ستؤثر على مجرى القصة والأحداث، كل قرار ربما سيؤثر على الشخصية أو الأعضاء، وقد تؤدي إلى مواجهة أعداء أكبر وأكثر تنوعا أثناء رحلة الاستكشاف. الجزء الثالث كان أكثر تطورا من الجزء الثاني، لكنه مع الأسف أنهت السلسلة بطريقة مخيبة للآمال إن صح التعبير. هذا ما جعل Mass Effect 2 الأفضل بالسلسلة. واحدة من أفضل ألعاب تعاقب الأدوار التفاعلية من القرون الوسطى على بلاي ستيشن 3 هي The Elder Scrolls 5 Skyrim. اللعبة التي قدمت عالم مفتوح ضخم بالعديد من التفاصيل للاستكشاف والتنقل حول المدن والقرى والغابات والكهوف والجبال. هناك السيوف والدروع والأحصنة والسحر التي ميزت Skyrim عن غيرها، من غير أن ننسى قتال التنانين الملحمية. Skyrim أعطتنا ساعات لعب طويلة من الاستكشاف والمغامرة الشيقة، ولعل هناك سببا لاستمرار اللعبة بالصدور على العديد من الأجهزة المنزلية وحتى المستقبلية منها. فكرة Assassin's Creed عندما ظهرت للمرة الأولى كانت مثيرة للاهتمام، لكن عندما صدرت كانت اللعبة تعاني من بعض المشاكل والتكرار في المهام. لحسن الحظ Assassin's Creed 2 عالجت معظم نقاط ضعف الجزء الأول وكانت البداية الحقيقية للسلسلة. Assassin's Creed 2 اختارت إيطاليا في القرن 16، وهذا أعطاها كثيرا من التنوع في عالم اللعبة. اللعبة استخدمت واحدة من أشهر الأحداث التاريخية بشخصياتها الواقعية. تم إضافة خصائص وعتاد وأسلحة عديدة في هذه الإصدار، لكن ما يميزها فعلا هي إيتزيو أديتوري، البطل الأفضل والأشهر بالسلسلة والذي لعب دور البطل بامتياز. Assassin's Creed 2 كانت كبيرة الكفاية لتنتج
لعبتين أخرى متممة، لكن يظل الجزء الثاني السبب الحقيقي في نجاح واستمرارية السلسلة. استطاع استديو راشنال جيمز تقديم لعبة أخرى عظيمة لا تقل منزلة عن بايوشوك الأولى، فبعد رحلتنا لرابشر وأسرارها الغامضة تحت الماء، بايوشوك إنفينيت اختارت كولومبيا، مدينة فوق السحاب، العالم ذو الخيال العلمي والمناظر الجميلة. كولومبيا لها تاريخها الخاص، فهي تمجد المعتقدات العنصرية والقومية المتطرفة لنبيهم المزعوم. قصة هذا الجزء معقدة، إلا أنها من الأفضل على بلاي ستيشن 3. الأبطال بوكر وإليزابيث كونا فريقا مذهلا للغاية. اللعبة وفقت في العنصر أهم طريقة اللعب، التحكم وإطلاق النار وتفاعل إليزابيث مع بوكر كانت مدروسة بعناية. بايوشوك إنفينيت أبدعت في كل جانب، القصة، الشخصيات، اللعب، الرسومات والموسيقى، جميعها عناصر جعلت منها لعبة مميزة. Red Dead Redemption واحدة من أنجح عناوين المغامرات والعالم المفتوح في الصناعة. Rockstar Games قدموا لنا تجربة غنية بأسلوب مميز، عالم مفتوح بمساحة ضخمة قدمت بيئة الغرب الأمريكي بشكل جميل للغاية. اللعبة أعطت درسا في سرد الأحداث والقصة بأسلوب شيق، تعرفنا فيها على شخصيات عميقة كالبطل جون مارستون وقصة انتقامه. تحتوي اللعبة أيضا على عدد من المهام الجانبية وبعض الشخصيات الغريبة المثيرة للاهتمام. هناك سرقة الخيول، العربات، والمطاردة، والمبارزات المشهورة في تلك الحقبة، والعديد من الأسرار والخفايا. الموسيقى والتمثيل الصوتي كانت أيضا ذات جودة عالية، هذا من غير التطرق إلى طور اللعب الجماعي. Red Dead Redemption قدمت على طبق من ذهب عالم مفتوح مثير للإعجاب ومغامرة ممتعة لساعات طويلة. مغامرة انتقام كريتوس الملحمية وصلت لمرحلتها الأخيرة في God of War 3، ثلاثية صنفها الكثيرون أنها قمة الألعاب التفاعلية وهاك أند سلاش. استديو سانتا مونيكا قام بالعديد من الأمور التطويرية لجعل اللعبة تستحق أن تكون ختامية لقصة كريتوس، هذا ما شعرنا به منذ البداية التي تعتبر من أقوى البدايات في ألعاب الفيديو. وكما عودتنا السلسلة، قتال زوس وأعوانه والعمالقة كانت تستحق الانتظار، مشاهد سينمائية في أبهى صورها مع معزوفات موسيقية ملحمية، المعارك مليئة بالدماء والعنف كما هي الأساطير اليونانية. كريتوس وصل لأقصى مراحل الغضب فأصبح أكثر وحشية من قبل، فكرة الانتقام سيطرت عليه كليا. God of War 3 هي عن كريتوس فحسب، فكانت خاتمها رائعة لثلاثية استحقت كل التقدير والثناء. في السابق لم تكن هناك الكثير من ألعاب الأبطال الخارقين الممتازة، لكن على بلاي ستيشن 3 تعرفنا على سلسلة باتمان أركام، حيث قمنا بتجربة ثلاث ألعاب ذات جودة عالية، لكن أركام سيتي أوصلت السلسلة إلى مرحلة قريبة من الكمال. اللعبة أخذت كل ما هو جميل من سابقتها من القصة العميقة بأحداثها وشخصياتها الشهيرة وطريقة اللعب الذكية ذات الميكانيكية المبهرة، من عناصر التجسس العبقرية إلى روعة القتال والمواجهات اليدوية، حيث يمكن الشعور بقوة ضربات بطلنا باتمان وحتى العالم المظلم المبهر لمدينة أركام الواسعة، فضلا عن سابقتها التي جرت أحداثها داخل مصحة. كل شخصية من الشخصيات لعبت دورا مهما في القصة. هناك الكثير والكثير عن باتمان أركام سيتي، اللعبة التي تعتبر المرجع الأساسي لهذا النوع من الألعاب. دائما ما كانت سلسلة ميتا جير سوليد سببا لشراء بلاي ستيشن، حتى مع بلاي ستيشن 3 الذي بدأ بداية سيئة وكان في أمس الحاجة للعبة كميتا جير سوليد 4 غانز اوف ذا باتريوتس التي جاءت في الوقت المناسب للعب دور المنقذ، وكانت أول لعبة شبه متكاملة حصل عليها الجهاز. ليس هذا فحسب، لكن الجزء الرابع تفوقت على جميع أجزاء السلسلة وكانت مثالا رائعا على براعة سرد القصة وأسلوب اللعب الممتاز بمجرد بداية اللعبة. في كل مرحلة هناك شخصيات مميزة سواء جديدة أو قديمة مع مفاجآت عدة مع القصة والأحداث. في هذه اللعبة خضنا مغامرة مميزة مع أولد سنيك في مرحلته الأخيرة. دور اللعب الجماعي كانت تجربة جديدة ممتعة وكانت مطلبا للعديد من عشاق السلسلة. ميتا جير سوليد 4 غانز اوف ذا باتريوتس كانت واحدة من أكثر الألعاب إثارة على الإطلاق سواء فنيا أو حتى قصصيا. لعبة أنشارتد 2 أمونج ثيفز كانت سببا رئيسيا في تكوين استوديو نوتي دوغ كما نعرفه اليوم. اللعبة حافظت على كل ما تم تقديمه في الجزء الأول، لكن بعض التعديلات والتركيز الدقيق على التفاصيل جعلت الجزء الثاني أفضل في كل النواحي. مغامرة نيثان دريك كانت شيقة بكل ما تعنيه الكلمة، قصة متممة وشخصيات جديدة وأحداث اللعبة لا تتوقف، وكانت بالفعل لعبة سينمائية. الرسومات كانت مبهرة للغاية وبيئة وعالم اللعبة فيها الكثير من التنوع، غابة استوائية، كهف جليدي متهدم، مدينة محطمة والعديد من المناطق الأخرى، من غير أن ننسى طور تعدد اللاعبين الذي أضاف الكثير من ساعات اللعب. ببساطة Among Thieves لعبة تعني الكثير لعشاق بلاي ستيشن، لعبة استحقت التقدير والثناء، جعلت من استوديو نوتي دوغ واحدا من أفضل المطورين.
Grand Theft Auto 5 هي العنوان الأضخم الأشهر والأكثر طموحاً في السلسلة. هي العنوان الأول من السلسلة التي قدمت اللعب بثلاث شخصيات والتبديل فيما بينهم. كل واحد منهم له مهام وتجارب فريدة. على الرغم من أن كل شخصية لها قصتها الخاصة، إلا أن القصص الثلاث المختلفة ترتبط في قصة واحدة، حيث تكشف الأحداث والدوافع والحبكة المختلفة بشكل غير متوقع ومدروسة بعناية. اللعب في GTA 5 ممتع للغاية، خاصة في قيادة المركبات وإطلاق النار السلس من منظور الشخص الثالث. اللعبة قدمت أكبر مدينة حتى الآن مع القدر الكبير من الأنشطة التي يمكن تجربتها واستكشافها. أعطتنا اللعبة ساعات طويلة من اللعب، وهذا من غير التطرق إلى طور اللعب الجماعي الشاسع. The Last of Us ربما تكون أفضل ما أنتجته نوتي دوغ على الإطلاق، فهم قاموا بابتكار طريقة للمزج بين أسلوب اللعب الممتاز والشخصيات المحبوبة والقصة الشيقة والعالم المثير للاهتمام، كلها في لعبة واحدة جعلتها قريبة جدا من الكمال. السرد القصصي والعمق العاطفي والأداء التمثيلي للنصوص نقلت The Last of Us إلى مرحلة جديدة كليا. علاقة جول وإلي أعطتنا واحدة من أفضل الثنائيات التي قدمتها لنا هذه الصناعة. اللعبة تتضمن مجموعة متنوعة من عناصر البقاء، يتعين على اللاعبين اختيار ما بين استخدام الأسلحة النارية أو اليدوية والتخفي أو المواجهة. هذا الأمر أعطى طرق مختلفة لتجربة اللعبة، من دون أن ننسى العالم الموحش والموسيقى الجميلة التي أضافت الكثير لهذه اللعبة. The Last of Us ببساطة هي من أعظم إنجازات هذا المجال، سواء كلعبة بقاء أو كلعبة فيديو. على أي حال، هذا كانت قائمة لأفضل 20 لعبة على بلاي ستيشن 3. إذا عجبكم المقطع لا تنسوا النشر والإعجاب والاشتراك بالقناة وأيضا تفعيل التنبيهات ليصلكم كل جديد. شكرا لكم على المتابعة، وحتى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم.